مره اخرى كنشكرك السي مصطفى بالحضور ديالكم الدائم على صعيد جامعه الشاد في جميع التظاهرات اللي تقاموا على صعيد جامعه الشاد. وبالمناسبه كنهنيو هذه الجمعيه افاق للتنميه ديال كحايز اللي ولفنا فيها دائما كدير واحد التنظيم اللي هو في المستوى، وكذلك اللجنه اللي سهرت على الدوري طيله شهر رمضان. هذا الدوري باش يكون في العلم ديالك هو دوري ليلي كيكون بالليل. وكان مره اخرى كنشكرهم جزيل الشكر على التنظيمات ديالهم اللي في المستوى، وكنشكر جميع من ساهم من بعيد ومن قريب. كنشكر جميع يعني الاعضاء ديال اللجنه المنظمه اللي شرفت على هذا الدوري هذا، وكنشكر الحضور الكريم اللي حضر لهذا يعني لهذا الفينال هذه. ونتمنى من الجميع يعني انه جميع الفعاليات الرياضيه والجمعويه باش يعني يتضافروا الجهود من اجل اقامه المزيد من المباريات اللي كتخدم يعني الاهداف الرياضيه على مستوى المنطقه. هذه الاجواء الاحتفاليه ديال المسابقه ديال المباراه النهائيه ديال هذا الدوري ديال شوقي الله يرحمه. وبهذه المناسبه لابد ما نشكروا اللجنه المنظمه فيها مجموعه ديال الاشخاص طيله رمضان كانوا خدامين تبارك الله عليهم. كذلك لابد ما نشكر اعضاء جمعيه كحايز على المجهودات وعلى الاجواء الاحتفاليه، وكذلك اللاعبين اللي قدموا واحد المباراه نهائيه رائعه، وكذلك الشركاء لابد ما نشكر الشركاء ديال هذا الدوري اللي هما شركه كوكاكولا وجريده شتوكا بريس مشكوره، وكذلك الجماعه جماعه انشاد. الحمد لله نهايه رائعه، والتقينا الحمد لله بعد الجائحه اللي فرقات ما بين الناس يعني في الحياه اليوميه، والحمد لله دابا الرجوع. ونتمناو اننا نوجدوا نسخه اللي تكون رائعه احسن من هذه. بناء على هذا هو من طرف الزملاء في جمعيه افاق كحايز حضرنا اليوم هذا اللقاء هذا العرس الاحتفالي بدوار كحايز والذي سهرت على اعداده جمعيه افاق كحايز. العرس هذا شمل يعني مجموعه من الفقرات الفنيه والرياضيه ومجموعه من الانشطه الترفيهيه لفائده يعني الحضور الكريم. بمناسبه اختتام الدوري الرمضاني لكرة القدم نشكر بهذه المناسبه الجمعيه التي يعني حركت الى حد ما المياه الراكده في دوار سير الرباط في المنطقه في منطقه جماعه الشاد ككل. بغيت نشوف عمر يسجل الهدف مره اخرى الثالث بالمناسبة ديال نهائي الدوري الرمضاني باسم المرحوم شوقي حسين. اولا كنشكروا شتوكا بريس الحضور ديالها لتغطية هذا النهائي، وكنشكروا الحضور اللي اتت هذا النهائي، ونتمنى والحمد لله النهائي كيشهد واحد الحضور ديال واحد المجموعة ديال الناس اللي كيمثلوا وجوه اعلامية وجوه مسرح في المسرح في كرة القدم. كذلك اتت الفضاء سي جيد الحكم الدولي الوطني. نتمنى ان شاء الله تكون هذه بادره في المستقبل اللي تجمع يعني جميع الفرق المحليه، والدوري شهد نجاح تام بمعنى الكلمه، ولنا عوده ان شاء الله في الموسم المقبل ان شاء الله باش تكون نهائي عاود ثاني في هذا الاطار، وتحضر معنا الصحافه في هذا الاطار. وكنشكر كنبغي نشكر الجمعيه على الاستضافه ديالها، وتبارك الله كنبغي نتمنى العمل اللي كيديروا. زرت المرافق ديال والحوايج اللي داروا الجمعيه في المقر ديالهم، صراحه الحوايج داروا حوايج اللي كتفرح بزاف. وكنتمنى ان شاء الله لما لا ان شاء الله يكونوا اعمال مشتركه ان شاء الله. عندنا جمعيه حكام عصبه سوس
لما لا تكون ان شاء الله اعمال مشتركه ان شاء الله في المستقبل، وكنتمنى لهم مزيد من التوفيق ان شاء الله. المباراه النهائيه للدوري الرمضاني الليلي الذي نظمته جمعيه افاق كحيز للتنميه طيره الشهر الفضيل، دوري ليلي شهد مشاركه مجموعه من الفرق المحليه وفرق جهويه، واحد الدوري اللي عطى الصدى ديالو على الصعيد اقليم شتوكا ايتبها، لينضم كذلك لمجموعه من الدوريات التي تم تنظيمها على صعيد جامعه الشان طيله هذا الشهر الفضيل، لكي يبينوا لنا على الاهميه ديال الجانب الرياضي والاهتمام ديال شباب جامعه انشاد بهذا الجانب، اللي كنتمناو من خلاله من خلال هذه الدوريات اننا نعرفوا على ابطال جدد اللي ممكن انهم يدعموا لنا الفريق ديال المجد انشاد ان شاء الله. وكنتمناو الجمعيه ديال افاق حيد كل التوفيق في المسيرة ديالها التنموية في المسيرة الرياضية من أجل النهوض بدوار كحايز والنهوض بشباب كحايز والنهوض بساكنة كحايز. ومرة أخرى أؤكد أن المجلس الجماعي رهن إشارة جميع الجمعيات بالمنطقة. كنتم في جزء الأبطال هنيئاً لشباب